حياكم الله مشاهدينا ونرحب فيكم في محركات. لما نتكلم عن السيارات الصينية يمكن يجي في بالنا أن جودة قليلة، عزم ضعيف، ما في منافسة كبيرة في السوق، ولأنهم يداد على السوق. بس اليوم عندي لكم مفاجأة بيغير لكم أو بتغير لكم مفهوم السيارات الصينية. واليوم معانا طراز هونشي، أو خلنا نقول شركة هونشي للسيارات، بطراز الـ H9 والـ EHS9. نتعرف على تفاصيلهم في هذه الحلقة. هونشي مو باسم جديد نزل للسوق، هونشي قديمة وموجودة من قبل، من سنة تقريبا 1958. هذه السيارة كانت تستخدم في الرئاسة الصينية، يعني الرئيس الصيني قبل كان يستخدم هذه السيارة عشان يروح المحافل، عنده زيارات خاصة، عنده شيء، فكان دائما يستخدم هذا الطراز اللي موجود. فالجماعة قالوا شو؟ بما ان احنا عندنا تاريخ كبير في السيارات وخصوصا بالتعامل مع الرئيس الصيني مباشرة، وشفنا ان الصين في الفترة الأخيرة قاعد تدخل للسوق بسيارات صينية وبشركات صينية كثيرة، قالوا الجماعة احنا اوريدي عندنا سمعة وعندنا مهندسين موجودين وعندنا يعني تكنيكال انفورميشن مليانة بخصوص السيارات الفخمة واللكجري، ليش ما ندخل السوق وننافس؟ هذه السيارة جمعت الجودة، الفخامة، القوة، الراحة، كلهم جمعتهم في مكان واحد، وتعتبر من فئة اللكجري كارز. يعني هذه السيارة مش من الفئات العادية أو سيارة مثلا هي استخدام يومي وكل شيء تمام، بس ما تعتبر من السيارات الاقتصادية العادية اللي أي حد يمتلكها، لا، هاي تعتبر من اللكجري كارز لأن جمعوا فيها كل المواصفات اللي انتوا تبوها، سواء من سلامة، من أنظمة ترفيه، من أنظمة أمان، واستعانوا بخبرات عالمية كبيرة عشان ينتجوا الطرازين اللي موجودين عندنا، أكيد الـ EHS9 الكهربائية والـ H9 اللي هي بترول، ونتعرف عليها أكيد خلال تفاصيل حلقتنا اليوم وفي سياق الحلقة، وأكيد صدقوني بتحبوا هالسيارتين بطريقة مش طبيعية. نتابع. مساء الخير مريم. مساء النور. طبعا مريم معانا من المبيعات في هونشي. قلت لازم أخذها في حوار، وإحنا قاعدين نمشي ما شاء الله الفخامة ماشيين وشغلين المساج وأمورنا طيبة. هونشي H9 أبرز المواصفات الميكانيكية بداية. هي الموديل لكجري في الهونشي في السيدان. في السيدان هي تعتبر لكجري. أيوة. ما شاء الله سيارة طويلة. سيارة طويلة وحجم كبير. أيوة. 5 أمتار. 5 أمتار ما شاء الله. وحتى الركاب اللي يقعدون وراء أتوقع أريح من الناس اللي قاعدين قدام. معنا قدام مريحة حتى. نفس الشيء، عندهم المساج وعندهم شاشات من وراء، شاشات خلفية، وعندهم موجودة. تحكم خلفي على كل السيارة، على كل السيارة يقدر على كل هالسيت بوزيشنز، للألوان داخل السيارة. جميل. حتى الصوت. أوكي، نروح للشكل الخارجي. نبدأ معاك بالشكل الخارجي. سيارة ما شاء الله من الأمام شبك عملاق قاعدين نشوفه موجود، يعني سيارة ملفتة للنظر. خلنا نقول وين ما تمشي في الشارع بتشوف الناس يطالعون. فضل اللونين كمان، وتي لونين، تجي لون واحد بالجولد والبراون او بالبنفسجي والروز جولد. واو، حلو. فعشان كذا ملفت اكثر ما شاء الله. هي شفنا ان فيها كاميرات في كل مكان، هذا اكيد لل360 كاميرز. أيوة. انظمه الاستشعار وانظمه المراقبه، حتى شكل السياره من وراء جميل، يعني فيه لمسه الكلاسيك مع التطور والحضاره الجديده، فحبيت صراحه، ولا احلى ولا اجمل. أبي أبدأ معك في المواصفات الميكانيكية للسيارة. تكلم عن الماكينة. هاي السيارة أول شيء تجي كم فئة تقريبا؟ هاي تجي 3 فئات. 3 فئات. فيها الأربعة سيلندر 2.0 تيربو. أيوه. وفيها بنسميها لكجري، H9 لكجري. H9 لكجري. وفيها كمان تاني واحدة أعلى منها شوي اسمها كومفورت، تجي 6 سيلندر 3.0 تيربو. وهي الفول أوبشن بنسميها الإكزيكتيف. الإكزيكتيف. عشان فيها 4 كراسي بس، يعني مفصولين. مفصولين. ما في كرسي في النص. على شكل الإيمو. ممتاز. إنزين، ببدأ معاك بموضوع أو بفئة الأربعة سلندر اللي هي قلتي 2.0 تيربو، كم من هورس باور تقريبا؟ 250 هورس باور. 250 هورس باور. وفي عندنا فئة الـ V6 اللي هي 3.0 تيربو. كم قوتها تختلف عن الـ V4؟ أزيد منها بشوي، بتجي 290، حوالي 290. حوالي 290 حصان. والتورك عزم الدوران تقريبا كم يكون؟ حوالي 400 نيوتن. 450. أنا شايف إن القوة أكثر. مناسبة، ما شاء الله.
يعني اشوف ان القوه مناسبه انا بالنسبه للسياره على فئه الفي 6 اللي انا قاعد اسوقها الحين. وغيارها بيجي 7 سرعات ودفع خلفي. دفع خلفي سير. واو يعني حتى جماعه الدريفت واللي يبون الاكشن سياره دفع خلفي. بس ما اتوقع ان الناس بتدرفت في هاي السياره. ما شاء الله جير بوكس قلنا 7 سرعات دبل كلتش اكيد. أيوة. جير جميل صراحه، تحكم السياره جميل، ما تحس انه في دروب اوف باور، ما تحس بوزن السياره حتى يعني انت السياره تتجاوب معاك وتتفاعل معاك والتيربو يتفاعل معاك. بالنسبه للسسبنشن اللي هو اكثر شيء لفت انظمه التعليق، اير سسبنشن هوائي بالكامل متفاعل، يتغير تنزل تطلع. أيوة. السياره هي. مثلا الحين لما تحط على السبورت مود بتنزل السياره، تنزل السياره. واو ولا اجمل. فيها 5 انواع من المود، درايف مود، في السبورت والسبورت بلاست والكومفورت وكل شيء، سنو اند كاستم. حلو جميل. تصميم الداخل للسياره كم لون تي تقريبا؟ عندنا اللون الزعفراني احنا نسميه. تجي 3 ألوان. 3 ألوان بيجي اللون الزعفراني هذا، وبيجي اللون الاسود. حلو. وبيجي على البيج مع الماروني. واو ولا اجمل. لا لا صراحه الوان السياره من داخل رائعه جدا. تطعيمات الخشب اللي موجوده عندنا قاعدين نشوفها في كل مكان، معطيه بعد لوك وايد حلو وكلاسيك في نفس الوقت، ما تحسين الدنيا ملخبطه. عندنا موجود ايضا من داخل شاشتين عملاقين. الشاشه الوسطيه كم انش هاي تقريبا؟ 12.5 انش. تعمل باللمس، فيها كل المواصفات اللي تتمناها يعني بلوتوث، ميديا، حتى السيفتي. انا الاتش يو دي ايضا شاشه وسطيه اللي هي فيها معلومات سائق موجوده، انا شايفها قدام عندي. فيها العداد والسرعه والرادار والسبيد ليميت. هاي تعتبر من مواصفات السلامه عشان السائق انه دائما يتم عينه على الشارع وما ينزل ويطلع، فالجماعه مريحينه يعني قد ما نقدر. فقلنا ان هذه الشاشه الوسطيه يعني موجود فيها كل التفاصيل اللي احنا نحتاجها. في ايضا عندنا شاشه في النص هني، شاشه السائق نقدر نقول هذا حق الانجين، اي شيء بيتعلق بالانجين اي كل المعلومات بتظهر لك في الشاشه. الار بي ام، عداد السرعه تقريبا 260. ما شاء الله على هاي السياره يعني ما اتوقع يعني 260 توصلهم. توصل عادي. اكيد. البترول، الحراره، تقدر تتحكم في الشاشه من خلال السكان هني اللي عندنا، ينزل لك راويك تقدر تسوي ست وريست وكل شيء. بالنسبه للبترول استهلاكها 12 تمشيك 12 كيلو متر في اللتر الواحد. ما شاء الله رقم جميل. أيوة. بالنسبه يعني وبالنسبه لحجم السياره بالفعل رقم ولا اجمل. قلنا الشاشه الوسطيه الموجوده عندنا. بالنسبه للمقود خلينا نقول السكان احنا نادي، فيها تدفئه. أيوة. تدفئه موجوده، تحكم بالوسائط والاغاني وهاي الامور والراديو، وهني الازرار اللي تتحكم بالشاشه الوسطيه. عندنا بعد مساحات زجاج وهاي الامور هني، ايضا بالبيانو بلاك معطيني شكل وايد حلو. وعندنا ايضا الاشاره ليت فول ديم، ومثبت السرعه، ثبت السرعه تفاعلي معي. سوبر ادابتف كروز كنترول، يعطيك مساحات بينك وبين السياره. في تحذير من فيك حتى اديت الديستانس، انت بتتحكم في المسافه، هذا الشيء حلو يعني في الهاي واي. هذه من مواصفات الامان. نروح معاك لمواصفات الامان. اتوقع ان السياره فيها كل مواصفات الامان اللي احنا نباهم، ولكن نبدا باهم شيء بالايرباجات. كم عدد الايرباجات تقريبا في السياره؟ فيها 8 ايرباجز. 8 ايرباجز. واو ما شاء الله ممتاز جدا موضوع ان فيها 8 ايرباجز، خصوصا اليوم يعني الناس اليوم تي وتقول لك ان سياره صينيه مو مهتمين بموضوع السيفتي والسلامه. لا اليوم في منافسين عالميين، في سيارات عالميه بعدهم يستخدموا 2 ايرباجز، السكان والسائق ما في سايد ايرباجز ولا ايرباجات. لا هذه في كل المحيط تشوفها، كل محيط السيارة. في كل محيط السياره طايرين بالسياره. مواصفات الامان الثانيه فيها نفس ما احنا شايفين عندي في الشاشه هني، تنبيه من الخروج من المسار، تنبيه من التصادمات، فكل هذه المواصفات اللي احنا محتاجينها موجوده حتى الكاميرا 360. كاميرا 360 اكيد تعطيك الابعاد كلها. احنا السيدات اكيد شيء ضروري، ما تقولوا الرصيف لف علي. صح. فيها حتى كاميرا داخليه. كاميرا الداخليه موجوده ايضا، المرايه الداخليه بتتحول الى كاميرا، تتحول الى كاميرا عشان تعطيك اللوكينج اللي ورا. وضوحها عالي ما شاء الله، جودتها وايد عاليه. بالنسبه للكونسول الوسطي اللي عندنا في السياره، التحكم بالتكييف موجود عندنا، ازرار هني تقدر تتحكم فيها، لو تقدر تتحكم بالشاشه وحتى من الازرار اسهل. انا 2 بوتنز هني يعطوك درجه الحراره وقوه المروحه اللي موجوده. ستارت ستوب انجن مكانها جميل صراحه، تصميمها رايق يعني حلو. جير بوكس
ترونيك جير بوكس، يعني مش اليوجوال القديم، لا وايد حلو، معطي شكل جميل صراحة. مريم، هذا النوع من السيارات يعتبر من اللاكجري مثلا لرجال الأعمال، رؤساء تنفيذيين، حتى ممكن رؤساء دول، بما أن هونشي قلنا أنها كانت لرئيس الصين. صحيح. فالمساحة الخلفية يعني هي نقدر نقول أنها أهم شيء، لأن اللي عنده هاي السيارة يكون عنده درايفر خاص فيه، فبالتالي لا خلاص الدرايفر يكون قدام والمرتاح يكون ورا. فلما نروح ورا الحين المقصورة الخلفية في السيارة، شو الميزات اللي موجودة عندنا؟ أول شيء نشوف إنه ورا في مساحة أكبر. طبعا البوزيشن تبع السيت اللي ورا بتجي عندها وضعية مميزة، تجي يعني أعلى شوي من القدام، وفيها تحكم للكرسي، حتى فيها وسادة للرجلين. ممتاز. فيها سحب يعني للوسادة وكل شيء عشان يكون تكون وضعية أكثر راحة، مريحة أكثر. فيها كمان مساج. فيها مساج من للمقعدين اللي وراء. فيها تحكم أوتوماتيك للوضعية من السكرين. في سكرين وراء. في سكرين موجودة. دبل سكرين. لكل راكب في له سكرين خاصة. أنا خفت لفة في السكرين شفتها، فيها تحكم في المالتي ميديا، فيها سيتنج خاص فيها. فيها 3 سكرينز عندهم في خلف المقاعد الأمامية، كل واحد عنده سكرين بتاعه، والجهة الفاصل بينهم في سكرين. الفاصل بينهم في سكرين عشان الكراسي، وضعية الكراسي، الأمبيانت لايت، الأي سي، يعني تحكم في كل هذا من الميدل سكرين اللي موجودة عندنا. أيوة بالضبط. وحتى المساج فيها. تقدر تتحكم في الكراسي اللي وراء، وتقدر تتحكم حتى في الكراسي الأمامية. الأمامية. مثلاً يعني عشان مساحة أكبر. مساحة أكبر وأطول، إنك تقدر مثلاً تتمدد وتنزل الكرسي اللي وراء. ما شاء الله مواصفات ولا أجمل صراحة. فيها الـ USB، يعني مثلاً لما تشبك الموبايل في الـ USB وراء. هين في البوكس في كاب هولدرز، وفي مكان USB. ففي الشاشة في ظهر لك الموبايل. تمام، نجرب الحين مع بعض التسارع مال هونشي. بحطها سبورت مود. تمام، على المطبة في الريس. تمام، ان شاء الله فيها عازم. هونشي EHS9. اول شيء بعرف شو تفرق الاي اتش اس 9 عن الاتش 9 العادي. اول حاجه الليتر اي معناتها الكتريك. الكتريك سياره الكتريك. الكتريك اتش اس 9. الاتش اس 9 اس يو في، فئه الاس يو في. فئه الاس يو في عاليه صح. يعني الاتش 9 هي اللكجري سكار في السيدان، والاي اتش اس 9 هي اللكجري سكار ان اس يو في. الاس يو في تحديدا في فئه الاس يو في. سياره عملاقه حرفيا، عملاقه اكبر من الاتش 9 حتى. صح. ويمكن باين معاكم في الكاميرا ان حتى المقاعد الداخليه تصميمها غريب، يعني كانها جايه من الفان شويه، بس هي مش فان. ما في كرسي في النص، وكل كرسي منفصل، وفي كرسيين ورا. كم راكب هي تقريبا؟ ست ركاب. هاي بنظام الفور ويل درايف؟ لا، بس الفول اوبشن اللي فيها ست ركاب. يعني الميد اوبشن فيها 7، فيها 2 3 و2. ممتاز. إنزين، EHS 9 قلتي إن إيه يعني كهرباء. أيوة. فل كهرباء، فيها ماكينة بترول ولا بس كهرباء؟ لا بس كهرباء. بس كهرباء. فيها بطاريتين. ممتاز، فيها بطاريتين. أنا أهم شيء عندي في موضوع الكهرباء إن أعرف تفاصيل البطارية. شو تفاصيلهم بالضبط البطارية؟ البطارية من حجمها كتير كبير صراحة. كل الكابوت عبارة عن بطارية. أوكي ممتاز. بطارية كبيرة، مين باتري الرئيسية.
اللي يكون سعتها 99 كيلو وات بير اور. ممتاز. والبطاريه صغيره حق السكيورتي يعني حق الامرجنسي. الامرجنسي. انزين كم تمسك هاي البطاريه؟ يعني كم كيلو تقدر تمشي؟ مده الشحن وهاي الامور كيف؟ هي كل البطاريات ال 99 كيلو وات حوالي تمشي اكثر من 500 كيلو. 500 كيلومتر. أوكي. يعني بالاستخدام العادي للأوبشنز داخل السيارة. ممتاز. ولو تستخدم مثلا المساج أكثر أو شيء بتستهلك أكثر. بتستهلك أكثر. الاستهلاك عنده علاقة كبيرة بالسرعة. بالسرعة السيارة. وكيف أنت تسوق. كيف تفاعلك مع السواقة مع السيارة. هيو. إذا بتدوس وهذا أكيد بيقل الاستهلاك، ولكن إذا ماشي عادي استخدام عادي لا تمشيك فوق 500 كيلو. بالضبط. بالنسبة لشحن البطارية هل في شحن سريع ولا شحن عادي ولا كيف؟ في شحن عادي حق البيت يعني. وفي شحن سريع في الستيشنز. يعني بالنسبه للعادي صراحه ما بين عشان بطاريه حجمها كبير فتتراوح ما بين 8 ساعات 12 ساعه او اكثر. علشان عشان تتعبى سياره فل الفل من الزيرو يعني نحكي من الزيرو لا 100%. وفي ستيشنز ممكن ساعه وشيء ساعة أو شيء عشان تتفول عن البطارية. وعندك فيك تشوف يعني الشحن السيارة من الأضواء الجانبية. ممتاز. فيك تشوف يعني لوين وصلت السيارة. مدى الشحن السيارة. شكل خارج السيارة ملفت للنظر جميل جدا. الاسيوفي اليوم يعني سوق مطلوب جدا وجميل إنه هونجي داخله وداخله وبقوة يعني. صح. التصميم الخارجي ملفت قلنا كاميرات في كل مكان حساسات في كل مكان شبك عملاق موجود قدام وورا وفي كل مكان اكيد يعني يعطي شكل جمالي للسياره بالنسبه حتى لموضوع الالوان اللي برا ما شفت لون واحد في السياره في كذا لون صح صح السياره الاي اتش اس 9 فيها تجي لون واحد او لونين اللون الواحد بيجي اسود او ابيض اسود او ابيض واللونين تجي هيك يعني زي هذه اللي راكبينها الحين تجي جراي مع ابيض حلو. وبتجي كمان فول وايت مع توب اسود ممتاز حلو يعني انا افضل اللونين في موضوع سيارات اللكجري يعطيك يعني لمسه فخامه وملفته يعني للانظار في الشارع بالنسبه للالوان الداخليه اللي في سياره كم لون تقريبا الانتيرير الداخلي بتجي لونين فيها الماروني هذا العنابي احنا نقول العنابي يعني. مع الاسود وفيها الجراي مع الوايت بتجي على هيليس ممتاز حلو هذا كمان فخم يعني وايت حلو صح يعطيك لون وايت حلو زين قبل لا نروح المقصورة الداخليه بعدنا برا وفي الميكانيك وهذا ابي اعرف السياره على البطاريات هذه كم قوتها تقريبا الهورس باور 550 هورس باور واو 550 هورس باور والتورك مالها فوق 750 ما شاء الله احنا نتكلم عن سياره مش بس لكجيريوس سوبر سبورت هذه 500 حصان وانت طالع يعني رقم خيالي هاي لازم نجرب ندوس فيها بعد شوي ايوه هي السيارات اللي تنعش الفؤاد فيها مود يعني خصوص هذا الشيء خصوص السرعه شو اسمها المود اجريسيف مود اجريسيف مود هو من الاسم يبين ان أيوة شيء يخوف يعني اكيد فيها وضعيات قاده ثانيه سبورت بلس أيوة. فيها سبع وضعيات ممتاز حلو 550 و700 متر يعني هاي طياره ما شاء الله مو سياره انزين ننتقل الى التصميم الداخلي للسياره سياره ولا اجمل شاشات في كل مكان شاشه 2 3 4 ايوه انا اللي لفتني الشاشه اللي عند الراكب العليمي ما شاء الله مهتمين فيها حتى هاي الشاشه شو فيها من تفاصيل الشاشه فيها هاي مختصه بس بالباسنجر يعني فيه يستخدم فيها يشبك الموبايل هني على اليو اس بي داخل الخزنه موجود فيك يعني فيه الباسنجر بيشبك على الخاصه اليو اس بي خاصه والدرايفر عنده اليو اس بي ماله فيك تشبك شاشه الباسنجر على اليو اس بي ففيها السكرين تاع الشاشه بيظهر لك على ميروري جميل أيوة. وتقدر حتى تتحكم فيها بيسك اوبشنز ايوه فيها الاغاني فيها الميوزك اونلاين ميوزك فيها لوكال ميوزك فيديوز وسيتنج ممتاز زين الشاشه اللي في النص عندنا هاي اتوقع اهم شاشه موجوده فيها نافيجيشن. كل شيء نافيجيشن موجود تحكم بالميوزك التليفون وحتى اعدادات السياره سيستم اضاءات داخليه الامبيانت لايت كونكشن الاوديو في ار سيت كوم سيت ما شاء الله سياره ذكيه يعني تتفاعل معاك كل شيء فجميله جدا حتى الشاشه اللي موجوده في الوسط
وعندي قدامي أنا عند السائق في شاشة أيضا هذه فيها أهم المعلومات الميكانيكية، كم الكيلووات المستخدم في الدوسة، سرعة السيارة، تعطيك تنبيهات، بطارية حتى الرينج مال البطارية حين 90% احنا تقريبا أعطينا 90% تمشي 397 كيلو. أيه. جميل حلو. كم مواصفات أيضا موجودة عندنا؟ تحكم بالشاشة الوسطية، تقدر بعد تتحكم في الشاشة اللي موجودة عند السائق بالدقم اللي موجودة عندك هني في السكان، تقدر تشوف كل شيء هني في ام مود. هذه تعطيك مود السيارة إيكو كومفورت، أنا نمشي على الكومفورت. السكان تصميمها وايد حلو صراحة، جذاب اللمسات. سنتيتك ليدر بالنسبة للسكان. بالنسبة للكراسي نابا من أفخم جلد النابا، طبعا جلد النابا معروف مع لوح أكيد مع الخشب. الحين بيجي الكونسل الوسط اللي موجود عندي هني، فنفس ما ذكرنا موجود عندي التحكم بالسكان يكون كل شيء، وفي البيسك بوتنز يعني تعلي الصوت نزل الصوت وهاي الأمور. في الخلف عندنا الإشارات، مساحات الزجاج، وعندنا مثبت سرعة تفاعلي سوبر أدابتيف كروز كنترول نفس ما قلتي لي مريم، اللي هو يعطيك تباعد بين السيارة اللي قدامك واللي وراك، فشيء جميل صراحة. طريزات البيانو بلاك موجودة في كل مكان ولا أروع. عندنا بعد شاشة وسطية موجودة عندنا هني، أتوقع هاي بعد تتحكم شو بالضبط مريم؟ هاي الشاشة الوسطية بتتحكم في الأي سي بالنسبة للكراسي اللي قدام اللي ورا اللي وسط واللي ورا. ممتاز حلو. فيك تتحكم كمان بالمساج، مساج في مساج بالنسبة للسائق وبالنسبة للباسنجر. ما شاء الله. بس. مواصفات صراحة عالمية تحصلها في Very Luxury Cars موجودة عندنا هني. عندنا Blind Spot Assist بالنسبة لموضوع مواصفات الأمان، كل شيء تتخيله في سيارة موجود Blind Spot، تنبيهات خروج عن المسار، تنبيه التصادم. تسعة إيرباكس ما شاء الله. يعني الجماعة مدلعينا، كل شيء تبونه موجود. بالنسبة تحت الجير بوكس ترونيك، تصميمه جميل. لا هو أوفر ولا شيء، لا بالعكس صغير وتحكم فيه حلو. الفور سيجنالز موجودة عندنا، الباركينج بريك هني، يعني ما في وايد بوتنز. وفي عندنا هذه مال الجلوف بوكس صح؟ ايوه هاي تدخل في الفخامة، تفتح الجلوف بوكس عشان شو الجماعة مريحينكم، ما حد ينزل ويفتح الجلوف بوكس مرة بدقمة هنا يفتح عندك عشان مو مبينة يعني في الديزاين. عندنا موضوع ثاني واللي هو موضوع السسبنشن، انا لاحظته في السيارة عالمي جدا. اير سسبنشن صحيح؟ اير سسبنشن خصوصا مع وزن السيارة العالي. كم وزن السيارة تقريبا؟ وزنها 3 طن. 3 طن ما شاء الله، شاحنة ما شاء الله. وزن شاحنة 3 طن، يعني نادر انك تشوف سيارات بهذا الوزن يعني. بس الحلو انه الباور بالانسد ومتوازن مع وزن السيارة، يعني ما تحس بثقل السيارة، وفي نفس الوقت السسبنشن قاعد يعطيك راحة ويعطيك أمان وايد حلو، فجميل جدا. أنا الحين أبي أجرب تسارع معك مريم. 1 2 3 الله تبارك. طبعا مساحة ضيقة أنا ولا كنت روحت، أنا قاعد أشوف العداد مرة واحدة 100 ما شاء الله. هي 100 في 3 ثواني. 3 ثواني 0 to 100. ما شاء الله. تخيلين سيارة وزنها 3 طن من 0 to 100 في تقريبا حدود 3 ثواني، يعني هذا إبداع هندسي يعني، تكنولوجي عالي جدا ولا أروع صراحة. اليوم لما يقولون الناس سيارات صينية لو كواليتي، أنا ضد هالشيء يعني. هونغشي حرفيا ضد هالشيء، فخامة كواليتي قوة مواصفات يعني. ترى هي سيارة رئاسية يعني. طبعا كل شيء تتمناه موجود في السيارة ولا أروع الصراحة. إحساس الكهرباء غير بعد في السيارة يعني. أنا لو أتوقع أنها بترول، لو كانت بترول يعني ما كانت تعطيك نفس الشعور هذا. ممكن إيه صح. ما كانت مستحيل كانت تعطيك نفس الشعور. في هذا المميز عشان مستحيل بالضبط. وإحنا ماشيين أبي نشوف عندنا فتحة السقف البانورامية اللي موجودة العملاقة هذه ما شاء الله. فيري بيج صراحة. وعندنا هني بيسك بوتونز اللي هي تفتح وتسكر فتحة السقف. إضاءات بالتتش حلو بعد تصميمهم، تتش وهذا ودلع وفخامة. هني تحكم في الإضاءات بعد الداخلية، سيارة الليتات اللي قدام الليتات اللي ورا، حتى السقف ما شاء الله الماتيريال ماله اتس نايس. عندنا سماعات منتشرة في كل مكان، فوق تحت يمين يسار. شو وضعية السماعات عندكم وشو نوعهم؟ نوع السماعات في الـ EHS9 من نوع بوس، يعني أعلى كواليتي. وفيها 12 سماعة. ايوه 12 سماعة ما شاء الله. الجماعة مدلعينكم حتى من سيستم الصوت. بوس مسوين لكم؟ ايوه ما مسوين اي شيء، مسوين لكم بوس عشان شو كل واحد يستمتع
فخامة بجمال بكل شيء. هذه كانت تجربتي معاكم اليوم في الهونشي الـ EHS9 والـ H9. أتمنى أنكم استمتعتوا، أنا استمتعت وايد بسيارتين الموجودين هني وتعرفنا على كل مواصفاتها في الفيديو. شكرا لكم على المتابعة، فودع طلّا.